Thank you.
والله جاي ننتخب بروح وطنية وصدق عالي، فلننتخبه يجب أن يكون أخلاق وصادق العمل والنية. ايه والله إن شاء الله متأكد من الأقوال والأفعال، ولهذا السبب أنا جيت انتخبته. أولا أطالب بإعمار الموصل الجانب الأيمن بأسرع وقت، ولا يظلون نايمين على أوذانهم. إيه. حجي شو شفت العملية؟ العملية سلسة وزينة، وكل الموجودين من المراقبين والجيش ممتازين وزينين. عليكم أن تلحون على إعمار المدينة القديمة بدون كلام، بس نريد الفعل. الكلام ما يفيد، كثير تكلموا قبلهم لكن افعال ماكو. نريد الافعال. وين الافعال؟ السعد بين عند هذول الجدد، هم يطلعون مثل القدماء؟ الى يطلعون مثل القدماء لا خير فيهم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. يا مرحبا حجي، احكينا عن العمليه الانتخابيه اليوم. والله احنا العمليه الانتخابيه ما شاء الله جيده جدا ما شاء الله. شلون شفت التعامل؟ ما شاء الله جيد جدا جدا الحمد لله. ان شاء الله تكمل. اي نعم حجي. هسه انت انتخبت شخص، اختاريت انت؟ والله اختار الشخص اللي ذو النزيه. نعم. اي نعم. تعرف انه هذا الشخص راح يقدم لك فتش؟ والله ان شاء الله، يعني سمعته زينه بالموصل، يعني يقدم لك خدمات ان شاء الله. ان شاء الله إن شاء الله، إن شاء الله راح يقدم إن شاء الله. لأن شخص الناس عبر قناة الموصل للشخص اللي انتخبه. والله نطالب إن شاء الله إصلاح أهم شيء الموصل، الأوضاع الصايرة بالموصل إن شاء الله الأحسن أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك. جهتك إلى المركز شو؟ والله الحمد لله. يعني بسهولة. الحمد لله بسهولة. تنقل لا بيتنا قريب يعني الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حجي اليوم جاي تنتخب إن شاء الله؟ إيه نعم إن شاء الله. زين شلون شفت العملية؟ والله العملية ممتازة سلسة وماكو أي مضايقات. زين الطريق شلون جيد كان؟ طريق مليح. لا هوني هوني. قريب. ايه ماكو أي إشكال. لا ماكو أي إشكال. كل شيء ماغي. لا أكل لا شغب لا ماي لا كهرب. نغيد هذول جو الإنقاذ يطلعوهم. هذول اللي انا هذول ربعنا ومواصله قدماء. هذول هي هاي المنطقه قديمه يسموها. ان شاء الله. اي والله ان شاء الله. والله منذ الساعات الباكره الصباح الباكر اقبال جيد للمواطنين واصرارهم على اداء الانتخابات ومستعدين للتغيير، وان شاء الله من الاحسن لمدينه الحبيبه الموصل الحدباء. انت موظفه بالمفوضيه؟ نعم مصدرة أوراق. نعم. شو شفتي إقبال المواطنين عليكم؟ طبعاً إقبال جيد وكثير، مثل ما قلت أول مرة، كان منذ الساعات الباكرة المواطنين بكثرة وبيزايدون. نعم يزايدون. نعم. زين تعاملكم يا المواطن، نصائحكم؟ والله ندلوا على كيفية الاقتراع ونطابق الاسم مع سجل الناخبين وندلي انه نعم نعم نعم. الساعه ايش قد فتح هذا المركز؟ الساعه 7. نعم ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى الموفقيه ان شاء الله لهاي المدينه الحبيبه ويعم الامن والامان على الجميع ان شاء الله.